هذه السورة بسورة الأنبياء لأنها ذكرت فيها أحوال جملة من أنبياء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. القرآن من أجمل الكتب وما فيه من أيضا أجمل الكتب. هل بالإمكان يأتي إنسان يصنع إنسان مبلغ؟ مستحيل أن يأتي إنسان ويصنع إنسانا بجمال الإنسان. الآن يقين قرأتهم في بعض الصحف في ألمانيا بصورة خاصة أكو إنسان آلي، يعني يصنعون إنسان من الآلة خادم في البيت. وضعت صار الكلام مع بعض الأصدقاء إذا هذا الشيء جاءوا به إلى هذا البلد أيضا يقين يعمم، لأن كما في الجريدة قيمة الإنسان الآلي 1500 دينار. هذا الإنسان الآلي في الصدارة تكتب أنت في ورقة كنس طفح غسل كذا ما تحتاجه في دارك، وتخلي هذه الورقة في مكان خاص من هذا الإنسان الآلي. هذا الإنسان الآلي تلقائيا يقوم بأجهزة إلكترونية بكنس البيت من الصدارة للسردارة، وبعد ذلك يروح يطبخ لك طيب مرق باذنجان من ذلك العرض، وبعد ذلك ينزل الملابس، وكل شيء يصنعه الخادم يصنعه هذا الإنسان الآلي. هذا ما قرأته قبل 15 أو 16 أشهر في الصحف الكويتية، ولعل بعضا منكم أيضا قرأته وفي صحيفة الحوادث اللبنانية، صح؟ لكن هل هذا يمكن إنسانا؟ أبدا. إنسان شيء آخر. نحن كلامنا في القرآن ونرجع نريد التشبيه والمثال. الإنسان الآلي مهما ارتفع وزنه ودقته وتدقيقه في العمل هل يصبح إنسانا؟ أحد أصدقائي قبل 6 أشهر راح إلى ألمانيا إلى فرانكفورت، نقل لي قصة في الحقيقة قصة لا بأس بها وجميلة. يقول إنسان اللي يمر من الكويت إلى يروح إلى فرانكفورت لازم يمر على سعودية وفي طريقها شكل كان، وبعدين إلى سوريا وتركيا وبلغارية ويوغوسلافيا وكذا وكذا حتى يقول وصلت إلى مقر فرانكفورت. يقول مقر عجيب، كل دقيقة طائرة تنزل وطائرة تصعد. يقول هناك أردت الدخول في البلد، المدير المقر طلبني، كنت الجواز إلى هذا الإنسان الموظف في المقر، طلبني مدير المقر قال هذا جوازك مو صالح للدخول في البلد. قلت لماذا؟ قال لأن فلان مكان من هالأماكن اللي يتمار عليها من هذه الدول، هذا المكان ما نعطيك خروجية، فأنت لا تتمكن، جوازك يعد مزور، مو أنت المزور، جوازك صار فيه غلط. يقول قلت له أنا لا أعلم،
أنا إنسان خرجت من الكويت مشروعاً، وهذا كل مشروع غير صحيح، حتى مشروع خارج من الكويت ومشروع وارد في أي بلد، وإنما في فلان بلد هو مدير المطار أو الموظف في المطار غلق واشتبه ولم يعطك الخروجية، فقانون بلدنا لا يسمح لك أن تخرج، يعني أن تدخل في بلدنا أن تخرج من المطار. ودزك جزوان يقول فكا منا لهنا، سأل بعض المعاونين له، سأل بعض المستشارين له، كلهم عجزوا. بس يا بس يقول أنا قلت، يقول يا صديق الكويتي أعلمكم، يقول أنا قلت له لا بأس، السهل في الموضوع أني على مركب الطائرة أرجع، لو القانون أيضا لا يسمح لك بالرجوع. قلت حسنا زين، هل تدرون عن تكليفي؟ هل تكليفي أبقى المطار؟ القانون لا يسمح بدخول البلد ولا القانون يسمح بخروج البلد. يقول بعد مدة من التفكير والاستشارة كتب هذا السؤال، أعطى إلى عقل إلكتروني في نفس المطار، هذا شو تكليفي؟ هذا الموظف، هذا الشخص، المسافر. يقول عقل إلكتروني بعد 5 دقائق قرأ الجواب أنه تكليفي كذا وكذا وكذا، هالشكل يساوي القانون ويصلح للخروج أو الدخول. هذا الشيء الذي لم يتمكن على حله مدير المطار ومعاونوه حله العقل الإلكتروني، صح؟ لكن هل العقل الإلكتروني يصير عقل؟ أبداً. هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه. عقل إلكتروني جهاز، الإنسان الآلي جهاز، المسجل جهاز، أين الروح؟ وأين دقة الجسم؟ هذا الجسم دقة الموجودة في هذا الجسم. كلكم تعلمون أو أكثركم تعلمون أن القمر الصناعي الذي يصعد للسماء 3 ملايين جزء فيه، 3 ملايين مدهش. لكن هل تعلم أن في العين الواحدة من الأعصاب فقط 130 مليون عصب؟ أنا دكتور شعبان هنا يقين مدرس، عين واحدة 130 مليون عصب، فهل بالإمكان الدقة التي صنعها الله في الإنسان؟ ما قلتش. هل بالإمكان الجمال الذي للإنسان؟ لا. هل بالإمكان التفكير الذي للإنسان؟ الإنسان صنع الصاروخ والعقل الآلي والإنسان الآلي ومليون صنايع، لكن هل صنيعة تصنع صنايع؟ لا. إذا تحقق هذا الشيء في الإنسان، في الإنسان هكذا، القرآن نفس الشيء، مستحيل يأتي كلام بجمال القرآن، مستحيل. صنع الله الذي صنع الإنسان بهذه الدقة وبهذه الروعة وبهذا الجمال، نفس هذا الذات وهو الله صنع كلاما بنفس الدقة وبنفس الجمال وبنفس الارتقاء. هذا مستحيل أن يأتي شيء مثل القرآن. من المؤسف أننا لا نفهم القرآن، ما أقول أنكم، يعني البشر مستواه أقل من فهم القرآن، القرآن أرقى من مستوى البشر. البشر المبتكرون يفهمون القرآن على شكل كثير. الآن شوف أنت، وأنت مهندس تدخل فرد ماكنة عظيمة دقيقة، شو تشوف من هالماكينة؟ آلات وصنايع وحديد وما أشبه، صحيح؟ لكن فرد مهندس دقيق وقدير يدخل يشوف عظيم هذا الشيء ودقيق هذا الشيء. القرآن هكذا. أولاً من المؤسف، إحنا ما نعرف العربية،
الفصاحة العربية نحن عرب، لا شك فيه، إما عرب ذاتا وإما مستعرب لغة، لكن مع ذلك نحن ما نعرف جمال القرآن. نحن قد قصة مشهورة بالنسبة إلى القرآن الحكيم ومذكورة في كتب التفاسير أنه أكثر الشاعر جاهلي من أرفع الشعراء فصاحة وبلاغة، ويسمى بإمام القيس مشهور. هذا قبل نزول القرآن نغنى أبيات من جملة أبياته: دنت الساعة وانشق القمر لغزال صاد قلبي ونفر، مر يوم العيد في زينته فرماني فتعاطى فعقر. قصيدة رجل حفظ هذه القصيدة من أهل البادية من الفصحاء، جاء وقرأ القصيدة على بنته، البنت تقول: الله ما أروع هذه القصيدة، صح؟ بعد مدة نزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الفرق شنو صار؟ الفرق كلمة في أول البيت، أول البيت شنو؟ أول البيت في قصيدة امرئ القيس: دنت الساعة وانشق القمر. الآية المباركة شنو صارت؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، الساعة نفس الساعة وانشق نفس انشق والقمر نفس القمر، الكلمة الواحدة تغيرتها، الكلمة الواحدة شنو؟ دنت اقتربت، القرآن تقول اقتربت، بينما امرئ القيس قبل القرآن نظم دنت الساعة. لما نزلت هذه الآية قال الرجل العربي الفصيح البدوي: جاء وحفظ الآية المباركة وجاء إلى بنته، بنته من الفصحاء والبلغاء والفصيحات والبليغات، لما قرأ هذا الرجل العربي على بنته الآية المباركة، البنت قالت: الله 70 فصاحة هذا زادت على فصاحة ثلاث الساعات، كلمة واحدة. قال: اقتربت الساعة 70 درجة أرفع. الإنسان شوف الجاهل الطفل يجيب أمامه ربع دينار، ربع دينار فرق عن 10 دنانير شكتر 40 مرة فرق، لا ربع دينار وعشر دنانير. سبق أن كان عندنا في العراق أمهات 100 دينار، 100 دينار كانت في العراق في أيام الملكيين على أذكر هذا الشيء. بعدين لما جاء الجمهوريون نسخوا 100 دينار. الفرق بين 100 دينار وبين ربع دينار شكتر 400 ضعف. كنت تجيب إلى طفل، طفل عمره 3 سنوات، سنتين، 4 سنوات، تعطيه أيهما تأخذ؟ كلاهما ورق أخضر أو أحمر أو أخضر قماش. ما كان يميز بين ربع دينار طفل 3 سنوات وبين 10 دنانير. الآن نفس الشيء، الآن تجيب 10 دنانير هنا وضرب ربع دينار وقدمهما لطفل، ولعلك إذا جئت ب10 دنانير وبفرد ورق مزوق أكثر، الطفل يأخذ الورق المزوق. لماذا؟ لأنه لا يميز أيهما خير. نحن بالنسبة إلى القرآن في الحقيقة مقصرون وقاصرون، لأننا ما عندنا مدارس للقرآن، هذا واقع في كل البلاد الإسلامية معقول، بل أتبع المدارس لحفظ القرآن هذا موجود. أما مدارس لتعليمنا ارتفاع مستوى القرآن هذا شيء مو موجود عندنا حتى الاطلاع في كل البلاد الإسلامية، مو موجود هذا الشيء. ولذلك في الحديث أن الإمام المهدي لما يظهر صلوات الله عليه ينصب الفساقيط، جمع بسطاق خيام كشف، ما شايفين؟ ينصب الفساقيط خارج مسجد الكوفة ومدينة الكوفة ويعلم الناس القرآن. القرآن له جمال رائع، له محلول. أضرب الآن فردوانة جميل، ديكور جميل، مصباح جميل، من شاء الله جميل. جاء أمام هذا الإنسان الأعمى فرد مرء شمطة عجوز عمره 120 سنة،
تميز هذا الأعمى هذا أجمل أو هذا أجمل، هذه أجمل أو هذه أجمل، من يميز؟ لأنه يدري. نحن بالنسبة للقرآن هكذا، أولا تحيط من يميز جمال القرآن. أكو في الأحاديث وفي التواريخ عند المسلمين الأولين كانوا إذا سمعوا القرآن بكوا. الآن شنو حد شايف يسمعون القرآن يبكون؟ لأنه يميز الجمال، هذا شيء في القرآن. الشيء الثاني ارتفاع المعاني، أكو عندي جمال، شوف الآن كمثل هنا هاي البناية والديكور، ديكور يعني جمال. البناية يعني كونكريت، أحيانا تكون البناية جمالها كلش زين، لكن أصلها مو من كونكريت، وإنما أصلها من تراب، من وادي كذا، من أشياء رحوة، هذا صار جمال لكن ما صار أساس. القرآن له جمال، القرآن له أساس يعني معاني رفيعة، القرآن له أحكام مستقيمة إلى أبعد الحدود، يعني أنه من المستحيل مليون سنة يمر على القرآن ويغير حكم من أحكام القرآن. إذا غيرت الشمس، غير القمر، غير البحر، غيرت الأشجار، غيرت الأنهار، القرآن يتغير. سمع الله سبحانه وتعالى خلق القضاة، تقولوني ما خلق الذين من دونه. القرآن هكذا. ولذا العرب الأولون كانوا إذا سمعوا القرآن فجروا به. انبهار، تروح مثلا تشوف شيء جدا رائع، مو شلون تنبهر؟ العرب كانوا هالشكل. ولذا دخلوا في دين الله أفواجا، حتى المعاملين للقرآن كانوا هكذا ينبهرون من القرآن. أخذ القصة جميلة مشهورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم نزل عليه القرآن إلى يوم وفاته كان يقرأ القرآن صباحا وليلا بصوت مرتفع. ولذا في حديث فاطمة عليه الصلاة والسلام في خطبتها تقول: وهذا القرآن يتلى في بيوتكم في ممساكم وفي مصبحكم. المسلمون هل اعتادوا هذا الشيء؟ كانوا يقرؤون القرآن صباحا ويقرؤون القرآن مساء تعلما من الرسول. فالرسول ليل المظلم كان يقرأ القرآن في بيته، وبيوت الرسول يعني بيوت مكة ذاك اليوم مو مثل بيوت هنا بيوتنا احنا، بيوت ريفية عادية طبيعية مثل العشيش، لكنه بناء لا أكثر ولا أقل. هذول في النهار كانوا يحاربون الرسول لأجل القرآن وفاق، لكن بالليل هذا جميل، الجميل مستحيل إنسان في مكان يحاربه. ومن الممكن يقدم لك الشيء طعام طيب، أنت من الممكن أن تقول هذا الطعام مو طيب مو طيب مو طيب، لكن زوجكم يقول مو طيب الطعام، لا يقول طيب الطعام. فبالليل المظلم وذاك اليوم ما كانت المصابيح الكهربائية ولا الشوارع المغلقة، خصوصا في مكة، كانوا بالليل يأتي أبو سفيان حتى يستمع إلى قرآن الرسول، أبو جهل يأتي حتى يستمع إلى قرآن الرسول خفية نص الليل، الرسول يقرأ القرآن. وكذلك قتلة شيبة وليد صفوان، هذول زعماء المشركين نص الليل يأتون، شنو يسوون؟ يستمعون إلى قرآن الرسول، يقعدون نص الليل خارج بيت الرسول ويستمعون إلى القرآن. حتى الرسول ساعة ساعتين أكثر أقل يقرأ القرآن، لأن الرسول لا ينام إلا قليلا على خلاف عدد أكثر المسلمين الذين ينامون كثيرا. الرسول ما كان ينام إلا قليلا، أغلبا لا ينام إلا ثلث الليل أغلبا، يعني ليل كم ساعة؟ ثلاث ساعات ساعة، ست ساعات ساعة، 12 ساعة، 4 ساعات، غير أن الرسول هكذا كان ينام. لكن حقيقة الإنسان اللي عنده شغل ما كان ينام زايد، هذا شيء طبيعي. حتى الآن شوفوا التجار المهمين، الدكاترة المهمين، المحامين المهمين، القضاة، الوزراء المهمين، كيف كانوا ينامون؟ الرسول هكذا. فهذول يجون يلتقون حول بيت الرسول. فالليل من الصدر أبو سفيان يطلع، أبو جهل يطلع، وقتني خلص القرآن الرسول. أبو سفيان وجهه قال: قل أستمع إلى قرآن محمد. إيه وجهه؟
يستمع إلى قرآن محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنه يجب أن تعلموا تعليق بين قوسين أن من المستحب أنه إذا جاء اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان على محمد وآله. وبعض علمائنا أوجبوا ذلك كصاحب الحدائق، ليس من العلماء أوجبوا هذا الشيء، لا تقرأ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ذكر اسمي عنده ولم يصل علي سلك به غير طريق الجنة. يعني غير وجود طريق الجنة، غير طريق الجنة. حتى العلماء يقولون حتى ضمير الرسول، يعني أول جئنا باسم الرسول بعدين أرجعنا الضمير إليه، لكن مو لازم الإنسان يصلي خير وحتى يصلي بنفسه كافي. نعم، أكو في الحديث أن الصلوات المرتفعة تذهب النفاق عن القلب. فسأل هؤلاء الكفار أحدهم عن الآخر: أين كنت؟ قال: استمع إلى قرآن النبي. الثاني قال: الثالث قال: بعضهم لذلك أما تستحيون أنكم في النهار تمنعون الشباب لا يسمعون قرآن الرسول وبالليل تجتمعون تستمعون قرآنه؟ ولو عرف الشباب ذلك لقالوا دين هذا الرسول على حق، فإن هذا الدين على حق إلا سمعوا ذلك. فتعاهدوا وتواثقوا أن لا يذهبوا بعد هذا إلى استماع قرآن الرسول. لكن ليلة الثانية نصف الليل صار أبو جهل ما تمكن ينام، قرآن جميل شلون ما يروح؟ يأتي نفسه إن شاء الله، إن شاء الله كلمتي مو كلمتي، قال إن شاء الله أصدقائي ما رأى الحين أنا أروح أستمع. أبو لهب نفس الشيء، قال لي لا أصدقائي ما يروح ولا أنت وعدنا أنا أروح أستمع. الشخص الثالث حطان بن عمية قال لي لا أصدقائي ما رأى الحين أنا أروح أستمع. وإذا بدي كلهم اجتمعوا جمال القرآن، لأن القرآن كتاب حقيقة الإنسان إلى شوية حمل ولا مبواري، كتاب جميل بديع رائع هذا أولا. الشيء الثاني في الأحاديث المتواترة عن رسول الله عن الأئمة الطاهرين الذي يحترم القرآن الله يرفعه جربه الإنسان اللي يحترم القرآن يقرأه يفهم تفسيره ينشره بين الناس يشتري قرآن يوسع هذا الشيء تسير بإمكانك 10 ثمانية تشتري قرآن كل قرآن نصف دينار دينار ربع دينار أكثر أقل شوف أي صديق معك قرآن قدم القرآن أو قدم القرآن أو قدم الصديقين القرآن. الإنسان الذي يحترم القرآن الله يحترمه، الاحترام من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الله فجر النفس في الكويت صح؟ ما كان بإمكان لا يفجر النفس في الكويت وفجر في غينيا. فإذا قلنا الله المغني يعني يغنيك، والله المفقر يعني يفقر، والله المعطي يعني الله يعطي، والله المانع يعني الله يمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار روعة، تقول الليل في النهار وتولج النهار في الليل، إيه رفع تتكلم على الموضوع. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء غير حساب. بيض هاي حلو ميت في الماكينة أو تحت الدجاج شو يطلع؟ فروجة صغيرة حية. أخرج شنو؟ أخرج الحية من الميت، نفس البيضة الميتة يخرجها من شنو؟ يخرجها من الدجاجة. الدجاجة الحية أخرج منها بيضة ميتة. ومثل ذلك إن شاء الله اليوم أكثر نتكلم عن هذه الآية المباركة.
الله العز بيده أعز قرآنه يعزه. وكيف هذا الشيء؟ لكن مو كل يوم إنسان ترى يوم يصير كاتب، إنسان ترى يوم يصير حبيب، إنسان ترى يوم يصير محامي، إنسان ترى يوم يصير دكتور. عشرين إنسان يدرس يصير دكتور، عشرين إنسان يحترم القرآن. شو الله يحترمك ولا؟ يحترمك ويحترم أولادك ويحترم أعقابك. أكبر الرجل في بغداد من حسن الحظ أن الشيعة يقولون هذا شيعي والسنة يقولون هذا سني. لأن الإنسان الطيب كل إنسان يريده. شوف الإنسان الطيب هذا يقول هذا قريبي، هذا يقول هذا صديقي، هذا يقول هذا زميلي، هذا يقول هذا جاري، إنسان طيب. خلف القاتل فرد واحد غدا فليقتل، فرد واحد يبطل شارع. كل إنسان يقول يا أخي ما أعرف هذا الرجل. أنا أذكر كتاب غدا طيب مرة كان عنده فرد خطيب، قام في الخطوة، هسه ما أريد أبين كل شيء منه. قام في الخطوة الحكومة أعرفته وسجنته هذا الخطيب. أقرباء راح وعند المتصرف يد المحافظ قالوا هذا مو من أقربائي أصلا بالعكس راح وتدرب منه قريبة هذه العمة راح من المتصرف المحافظ قال هذا مو من أقربائي حقيقة يجي يقول شوف البلاد يقول هذا من أقربائي ما هذا شيء أنا شايف الإنسان الخير الطيب كل إنسان يقول هذا مني الإنسان السيء كل إنسان يقول هذا مو مني لا صديقي لا جاري لا قريبي لا زميلي لا أي شيء. هذا الرجل في بغداد مدفون واسمه بشر الحافي. بشر هذا الرجل كل الشيعة يقولون انه شيعي والسنة يقولون انه سني وبغداد بلد مختلف بين الشيعة والسنة أكثريتها شيعة وأقليتها سنة لكن كلامهم يذهبون إلى زيارته أصدقاء وحبة وخبصة ناصرهم والناس يسموه محلة شيخ بشار إلى الآن موجود في مهدية دنيا سيدة بيت المنطقة الاسنة هذا رجل قبل 1300 سنة رجل فاسق فاجر منافق يشرب الخمر غناء زنا كل مغطاة حتى هذا الرجل ثري ثري المنحرف ذاك اليوم زين هذا رجل ذات يوم محموم وعاد بالله قسم من الناس إذا وقعوا في الفساد يقعون إلى شبه البغراس هذا من الفنش بشر الحاكي ذاك اليوم بشر حاكي ما في ثالث يوم كلام في احترام القرآن ذات سنة الموضوع ثالث يوم هذا الرجل يمر بالشارع إلى فاحشة إلى مومسة إلى خمر إلى سيد إلى قمار رأى في الشارع فرد مكتوب واقع مكتوب واقع بالشارع شارع مكتوب شارع عجيب آية القرآن آية القرآن واقع بالشارع قال عجيب آية القرآن واقع بالشارع أخذ قبل اشترى درهمين درهمين يعني مثقال في الظلام كل من عدد المثقال الآن هشكه الدرهم الشرعي مو درهم 50 درهم الدرهم الشرعي بلسان الشارع بلسان اللغة بلسان الأخبار بلسان الفقهاء الدرهم يعني نصف من ثالث هو تقريبا من قبل ليش أسوأ اليوم؟ أظن 200 فلس 200 فلس اليوم الغالي لكن يوم درهمية أنا أعتقد في كربلاء أيام اللي كان الدرهم 4 فلوس من قبل غير يعني مثقالين درهمين يصير 4 فلوس انا اقول هذا الشيء تبيتهم تذكرون الشيخ تذكرون فاشترى بدرهمين بشر حافي اشترى بدرهمين اثرا قتله من الورقه وقبله وخلاه في فرد زرف في الشارع او بعض البيوت يصير في زرف في الشارع هذا النار راح للبيت وباصر شراب خمير كل شيء رأى في المنام صوتا يسمع وقيل له انه صوت الله في المنام قال له لان الله لا يرى لا قد يقبل لا قد المنام لن تراني ابدا الله لا يرى رأى في البيت نام رأى في المنام صوتا يسمع قال له علم انه صوت الله قال له يا بشر احترمت كلامي لاحترمنك بين الناس
فاس شارخام و زامی تنبور اند زمارون تنبارون تنبارون در اخیر لرفا رابه برام هرش حکیم کن خاله می از بور بازه ای شراب خم و روی دیوان او جدید خم ای انسان مول حربی دیو و انسان مول حرب غدر بعد ایام یوم ایزت دیام و ایزا تنبور ایوام و داف و کنا و شیمون لنسف الشهوات و لهوا وصيفته جارية من جواريه الزايد من الأكل قال لها زبيد النفايات من العقل فرأى زبد النفايات من العقل وإذا رجل نحيف الجسم يمر الخاتمة هذا الرجل النحيف الجسم سأل منها زمن هذه الدار قال إذا ما منه قالت إنها دار سيدي بشر الرجل النحيف قال لها بشر حفظ أو حر عبيد يقول سأل صار أمان عبيد اسمعك والله زمان العبيد يبيعون يشترون وصار الحرب يشترون يبيعون ويقدمون على أحد خادمات وخدام ما عدا عبيد وإماء لكن صار أنفاق في قصة طويلة إن شاء الله بالمناسبة أنقل لكم القصة. الرجل النحيف سأل منها هل سيدك حر أو عبد؟ قال شنو سيدي حر وعبد؟ وأنا إذا شيخ سعد حر وعبد؟ قال هاتي شنو هاتي منك؟ حر سيد شريف؟ قال نعم. الرجل النحيف قال نعم لو كان عبدا لأطاع مولاه. هذا حر. هذا حرية معرض لله لو كان عبدا لأطاع مولاه الأمة قلت له هذه الخادمة تعجبت من هذا الرجل يجاس ببشر بهذه الكلمة تعرض الدراس أنت أول فاصل الموضوع ليش سأل عنها هاي من نات الوحيد كذب فيه النفاية النار دقيقة إلو شعطت لها بعد دقائق وبدها سوى قال والله أنا توضع ما سويت شيء عنه بس أنا لما أردت على ذكر النفاية رأيت رجلا نحيفا يسأل مني هل مولاك حر أو عبد فقلت له مولاي حر قال رجل نحيف نعم لو كان مولاك عبدا لخاف الله وعبد هذا بشر تعجب هذا الكلام لمن؟ فالركب يشوف الرجل وأنا عن اجتهادي الشخصي وعن تعليقي على القصة أنا أظن بش كان مغرور كما يكون في أحواله شغا وشا وكش تقول لي رأيها هذا أنا أظن أنا يعني تعليق مني أنه ركب حتى يبسط هذا الرجل الذي تعرض إلى زوجتي خادمتي وصفتي بجاريتي الجميلة هذه جوال جميلة فركب وإلى به يشوف الإمام موسى بن جعفر جيمور الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه الحقيقة أسامي الأئمة الطاهرين كواكب في العالم لكن نحن نعم لا نعرف قدره كواكب هؤلاء الإمام موسى بن جعفر يقول لما شاف الإمام ابتز أمر بمعروف من إمام إمام أكثر قيمة إذا شفت مليون عالم لذا تصبح إمام المهتمة إمام خليفة الله مربوط بالكون إمام إمام الشخصية قائمة يا دعوه إنا جعلناك خليفة في الأرض كون مربوط بالإمام بحيه وليته الآن عبدالنا على نفس الشيء وهو ريت اهتز بش لما اهتز بش وإذا به يرى نفسه يتخاضع أمام الإمام وألقى بنفسه على قدم الإمام يقبلهما وقال له يا ابن رسول الله إني تبت إلى الله ولن أتخلص عن الأرض كلمة الإمام التذكير ثم إرادة الله هناك قضية هناك أدلتنا للموضوع اللي خاطره الله في المنام يا بشر احترمت كلامي لأحترمنك بين الناس الله هو المصلي جعفر الله يريد يهزك رجع إلى البيت يا جارية أنت حرة لوجه الله روحي 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 الخمر ما لكل جار العهد ذهب العهد
الطنبور والناي والقانون قانون تسمى من آلات الله يسمى قانون والقانون وكل شيء كسره وما مشى بنعال احتراما لأنه ركب إلى مصنع جعفر بلا نعال ما مشى بلا نعال أبدا ولذا سمي ببشر الخافي صار زاهدا عابدا تقيا 1300 سنة علم وقبره ليل نهار مدار الله يروي احترامه خلاص قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تاج الكويت يقول لي الله يحمده في مجلس قال انا ابتدعت تجارتي في الكويت بثمانمائة روبية اقترفتها من زوجتي والان ما ادري ايش قدر الفلوس عندي هو يقول الان ما ادري ايش قدر الفلوس عندي وترزق من تشاء بغير احتساب الله مو في امور مثل احنا اذا اراد الله احترامك اعطاك المال اعطاك الشخصيه باشاره انتهى كل شيء احترموا القران نحترم القران ما اقول لكم دوني نفسي ايضا اذا اراد الاحترام مو قصه خاصه ببشر اقول بالحديث عن رسول الله القران حبل ممدود من الله الى الناس حبل انتوا ما شايفين لكن عبارة شافوا انا شفت الانسان اللي كان يروح يحفر البير ويحفر السرداب كانوا يرقون به حبل اذا دلوا بالبير او بالسرداب ثم يجروا جرم انا شايف هذا الشيء كبار مشاكل كبار الشهداء رحمه الله شايفين هذا الشيء في الحديث القران حبل راس منه بيد الله ورأس منه مسير عند البشر من أخذه رفع الله جرب وخذه شوف الله يرفع في ولا لكن خذ مو يوم ويومين عشرة أيام وأسبوع وأسبوعين إذا كان دكتور دكتور 20 سنة دكتور 20 سنة محامي 20 سنة طبيب 20 سنة مهندس 20 سنة خذ القرآن اقرأ القرآن احفظ القرآن انشر القرآن اكتب آيات القرآن في بيتك اشتري القرآن وزعها على أصدقائك واقف على العمل به ما تمكن صدق أن الله يرفعك ويجعلك علم صدق ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ونسأل الله التوفيق لما يصدق ويرضى